يا حمادي بقى، مش معقول كده. اف، انت سايبه سريرك وجاي جنبي كده ليه يا باي؟ وكمان عماله بتزنقي بقى، اتاخري شويه. اف، مش حدش عارف ينام في البيت ده والزفت ده. اف يا ربي بقى، امشي هناك شويه. انت ايه اللي جابك هنا؟ بقولك ده سرير. واحد جوزي وامي على سرير واحد. لا لا، انت ايه اللي جابك هنا؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه ده، انت فاهمان انا غلط؟ اخويا وحماته. انت فاهمين غلط. يا لا هولي ما ارى ابني ومجيدة. لا لا، انت فاهمان انا غلط برضو. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل حصل وطحينة كده يا رانيا، كده يا رانيا. البهدلين البهدلة دي، لو انا كنت نايمة في الشارع كان جوزك خبط عليا قبل ما يجي ينام جنبي. معلش يا مامي، معلش يا مامي، ما يقصدش هو ايه. كان رايح يشرب فتلخبط في الاوض بدل ما يخش عندنا احتس على عمره في عمل. لا لا لا، انت ايه اللي جابك هنا؟ انا مش عارف ايه اللي جابني هنا. اكيد زي ما انت بتقولي فعلا اتلخبطت وانا داخل الاوضه يعني. أيوة، ما أنا اسف جدا. هو ايه اللي جابني ان شاء الله اوضه مجيده؟ ما اوضتي موجوده، كنت رميت لك صناعه بره. رميتي مين يا ماما؟ ايه اللي رميت صناعه ده؟ هو انا كيس جوافه حمد ولا ايه؟ ما هو ليه اوضته بتاعته هو ومراته. ايه اللي خليه ليه يبرم في البيت ويجي في اوضه مش اوضته يخلينا نسمع كلمه من اللي يسوى ولا ما يسواش؟ قصدك مين اللي ما يسواش؟ انت زفت انت. ما صوتكيش يا مجيده. بحسب. طيب انا اسف جدا يا جماعه اللي حصل. يعني انا اسف، هعمل ايه؟ والله ما عارف اعمل ايه ومش عارف ايه اللي جابني هنا، بس هعمل ايه؟ معلش يا حبيبي، انت شكلك تعبان والارهاق لخبطك كده واحتست على روحك فدخلت. لا لا لا. ايوه صح صح صح. رانيا رانيا، خديني من ايدي والنبي، خديني من ايدي. انا اسف جدا، انا اسف جدا، انا بعتذر، انا اسف جدا، انا اسف جدا، انا اسف. يا جرستي يا جرستي، ما تبصوليش كده، بقول لكم ايه. لا زير، ثانك يو، جود افترنون، جود افترنون. يا دولا، ايه يا عم السرحانه اللي انت فيها دي من الصبح يا دولا؟ لا مفيش مفيش مفيش. على رمزي برضو يا دولا، في ايه يا عم؟ مفيش. لا قول لي، يلا رمزي، هو الواحد ممكن يبقى نايم في مكان يعني ويصحى يلاقي نفسه في مكان تاني؟ يا طبعا يا دولا، اكيد مثلا بتتقلب كتير ولا حاجه اليومين دول. اتقلب كتير ابقى نايم في اوضه اصحى الاقي نفسي في اوضه تانية يا اخي؟ اوضه تانية؟ لا يا دولا مش معقوله دي. يعني ممكن تلاقي حد مثلا بيهزر معاك وشالك وانت نايم؟ شالني وانا نايم من غير ما احس بيها يا زكي؟ صح يا دولا، صح معاك، دي حق يعني. طب دولا، ممكن تكون انت مثلا بتمشي وانت نايم؟ بمشي وانا نايم. على فكره دولا، في واحد في البلد عندنا كان كده هون برضو بالظبط، لحد في يوم كده هون لقوه بيصيف في اسكندريه. بمشي وانا نايم؟ يعني تفتكر يا رمزي حكايه ان الواحد يمشي وهو نايم دي حقيقيه يعني؟ يا دولا يا حبيبي، دي حقيقه مؤكده علميا. حقيقه مؤكده؟ انت ايه يعني، بتقرا من ورايا، بتتعلم من ورايا ولا ايه؟ لا يا دولا ان شاء الله تفحوا. لا يا عم، دي بس شويه معلومات عاميه كده اهو. اكيد معلومات عاميه، ما دام جات لك وما راحتش لاي حد تاني المعلومات دي فهي معلومات عاميه طبعا. يا دولا، امال ايه يعني؟ ولا عايزني افضل جاهل زيك كده وانا طول حياتي ما اعرفش حاجه خالص؟ جاهل زي اطلع بره هنا. انا اسف. اطلع بره، اطلع بره، اطلع بره. رانيا، رانيا، يا رانيا، في ايه؟ رانيا، ايه الدم اللي في ايدك ده؟ انت قتلت سناء؟ ايه الدم ده؟ جه منين ده؟ انت بتسألنا؟ امال اسأل مين؟ ما انا كنت نايم جنبك طول الليل. نايم بالشكل ده؟ ايه ده؟ انا اتعورت ولا ايه؟ ايه الدم ده؟ ممكن يبقى كاتشب مثلا؟ وش عرفني؟ انا يظهر ان انا تعبان، اصل هو صراحه رمزي قال لي على حاجه كده، بس انت عارفه الواد ده مخرف يعني، الواحد ما بيصدقوش. حكيت ايه يا بيبي؟ قال لي ان في ناس بيمشوا وهم نايمين. والله ممكن تصدق بقى، احتمال وارد بقى تبقى منهم انت. طب وايه الدم ده وايه؟ بص يا عادل، انت فاكر اليوم اللي قفشناك عند مامي في الاوضه؟ يا دو قفشتوني عند مامي، هتفضلي ماسكالي الحكايه دي طول عمري يظهر بقى. المهم دلوقتي يا عادل نعرف ايه اللي جاب الدم ده على هدومك، وكنت فين امبارح؟ ايوه لازم نعرف، انا كنت فين امبارح؟ وده دم كتير جدا يعني،
ايه اللي حصل؟ ياسمين، انت بتقري الجورنال ولا ايه؟ عادي يا بو. وبتقري ايه بقى؟ اصل الجورنال ده يا ماما للكبار بس، يعني الصغيرين عشان يقروا حاجه في الجورنال لازم يبقى معاهم رقيب، حد زي علي ابو شادي مثلا. قصدك ايه يا بابا؟ قصدي يعني انت دلوقتي بتقري في ايه؟ صفحه الحوادث. قصدك كان كنا صفحه الحوادث. حوادث ايه؟ وانت ازاي تقري في صفحه، بتقري ايه في صفحه الحوادث؟ ابدا، دي جريمه قتل. قتل يا نهار اسود. ده انت فاضل تعزمي عليا كمان بسجاره، مين بقى اللي اتقتل؟ ايه ده يا بابا؟ هو انت ما تعرفش ان الرقاصه اللي ساكنه في العماره اللي جنبنا اللي اسمها لولا اتقتلت؟ لا ما اعرفش. ودي اتقتلت صح. طب والناس بقى يا بابا بتقتل بعضيها ليه يعني؟ بتبقى ظروف يا ياسمين، ظروف ظروف ظروف. طب ويا ترى بقى يا بابا الولاد الزغننين اللي باباتهم بتقتل بيحسوا بايه لما يعرفوا ان باباهم قتل قتلة؟ مش عارف يا ياسمين، مش عارف مش عارف. طب ويا ترى بقى يا بابا الناس اللي بتقتل دي بتخش النار صح؟ خش اوضتك انت دلوقتي يا ياسمين، يلا خش اوضتك بسرعه بسرعه، خش اوضتك. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. مالك يا عادل متوتر كده ليه؟ خدي. قصدك ايه يا عادل؟ قصدك ان انت اللي قتلتها؟ مش عارف يا رانيا، مش عارف مش عارف. بقيت قتل وقتل يا عادل؟